مساء الخير وطابت اوقاتكم. في هذا الفيديو غادي نرجعوا لواحد القصه طريه يلاه وقعت في هذه السيمانه، وهي شبيهه بديك القصه ديال الفقيه اللي كان كيدير الرقيه الشرعيه لواحد المراه بتونات وتسبب في الموت ديالها قبل الاعتقال والمتابعه ديالو. في القصه الجديده الراقي هو استاذ للتربيه الاسلاميه في واحد الثانويه في اكادير، والضحيه هي مراته. قال لك مشى يعالجها بالرقية الشرعية، ساعة ماتت بين يديه بدارهم بحي زناقي بمركز أورير، ودابا جاب الربحة لا المرأة لا الحرية. سيدنا المغاربة قالوا زمان ما تدير يدك في غيرها ما يعدوك حنوشة، وقالوا أيضا باللارج مشى يبوس ولده ساعة عورو. وهذا الأستاذ مشى يداوي مراته بالرقية الشرعية ساعة عماها كما فقيه ديال تونات وواحد آخر في الحجب. كلهم دعوا استعمال الرقية الشرعية في العلاج وتسبوا في وفاة أشخاص، وكلهم مشاو فين غادي يدوزوا شي سنين من عمرهم، واللي كيدير الدم يستاهل العقوبة. وهادشي اللي كينطبق عليهم ثلاثة، واللي كيهمنا في الفيديو هو الحديث الأخير. ضحية جديدة في عمرها 32 عام، وهي مرات أستاذ التربية الإسلامية. كانت كتجيها شي حالات ونوبات عصبية من حين لآخر، والراجل وخالها ما بان ليهم غير العصابة باش يعالجوها، بداعي يخرجوا منها الجنون والعفاريت وربما التماسيح. مع صلاة الفجر ديال السبت اللي داز، الراجل يلاه صلى الفجر وبدا يدير لمراته الرقية الشرعية حالم بالعلاج ديالها. ساعة رقاها حتى وصلت للقبر، جبد واحد الكابلي ديال الضو حيدو للشارجور ديال التليفون وبدا الحصة ديالو. هاك عطيه زيد عطيه، شبع فيها عصا، روحها خرجت والجن ما خرج، خلى لحمها كله زرق من كثرة الضرب اللي كان كيظن باللي غادي يخرج بيه الجنون منها ويهنيها وترجع ليه سالمة في صحة جيدة زي البوم. مول الأمانة دا أمانتو، السيدة مسكينة ماتت بين يديه من كثرة الضرب والتعذيب اللي كان كيظن باللي فيه علاج ليها. وتماك عاد فاق السيد من الغفلة والحلم، وياريت كان غير حلم وفاق منه بلا ما يتحول الكابوس. الأستاذ القلصة في موقف لا يحسد عليه، السيدة ميتة قدامه هو السبب، شنو غادي يدير؟ ما بيدو حتى شي حيلة، وخا عيا يدير ما يرجعش ليها روحها اللي تزهقات. وتماك فكر في شي حيلة اللي تخرجو من الورطة اللي هو فيها، وباش يضل العدالة ويكذب على راسو واخا هو عارف باللي الحيلة ما غاديش تنفع. وباش يهرب من الحقيقة عيط للطبيب وجابو للدار باش يشوف المرأة ويعطيه شهادة ديال الوفاة، زعما بهاد البساطة والسهولة. الطبيب ما كانش مغفل او كان بولها الدرجة، السيد شاف عليها اثر ديال الضرب في الجسد ديالها، وتماك شك في الامر واستغل الفرصة واختاش يصور فوتوغرافية للضحية، وما بغاش طبعا يعطي الرجلها شهادة الوفاة باش ما يتورطش طبعا في واحد الجريمة اللي قدرت تكون وبالفعل هي كائنة. الطبيب مجرد ما خرج من دار الاستاذ مشى ديريكت عند الجدرمية، حكى لهم الشي اللي شاف وشنو وقع. وجدرمية بدورهم عفوا اتصلوا بنائب الوكيل العام بأكادير، وتماك بدا التحقيق اللي أمر به المسؤول القضائي. الضابطة القضائية ديال جدرمية سمعت الأستاذ والخال البنت يعني نسيبو، وخدت الأقوال ديالهم باش تفك لغز هاد الوفاة اللي طبعا ما كانتش طبيعية. وكما توقع الطبيب الوفاة ما كانتش طبيعية، هاد الطبيب جابو الراجل باش يشهد ليه زور ساعة فضحو ملي اكتشف الحقيقة المرة. وطبعا تعرضت الجثة على الطبيب الشرعي اللي شرحها واكتشف بالصح وجود اثار ضرب على جسد المرأة مسكينة اللي فرقت الحياة متأثرة بالتعذيب ديالها اللي مرسو عليها رجلها بداعي العلاج من الصرع ونوبات الاعصاب اللي كتجيها. شفتو بنادم علاش كيقلب على هلكة الراس والغيره؟ وهادشي علاش قلت لكم في الاول ديال الفيديو ما تدير يديك في غيران ما يعطوك حنوشة. والاستاذ ماشي غير دار يديه في الغيران، بل عماها لمراته وصفاها لها، والله يرحمها وينجيها ويبعد عليكم مثل هذه الموبقات.